الاسم ديال رابح 19 سنه من مدينه سالم. البدايه ديال هاد الرياضه في 2017. دابا انا عامين وانا كندير هاد الرياضه اللي هي رياضه فريستايل فوتبول. المسانده في الاول كانت من عند العائله بالاخص الاخ ديالي، ومن بعد من عند ولاد الحومه. درت عروض، درت واحد العرض في مدينة ديالي سلا، ودرت جوج عروض في مدينة كازا، وكنتمنى ندير شي عروض خارج أرض الوطن. هاد الرياضة هادي ما جاتنيش أنا، جات الفكرة ديال الأخ ديالي حيت شافني كندير بعض من هاد اللقطات الفريستايل، وقال لي علاش ما تكملش ودير فريستايل حسن ليك. وما كاينش شي قدوة ديالي في فريستايل، أنا كنشوف الناس ديال الفريستايل خارج المغرب وداخل المغرب، كنشوف ما عندهم باش نتعلم لقطات جداد، ولكن انا القدوه ديال نفسي. الطموح ديالي هو نتشهر بهذه الرياضه ونولي معروف بها، وكنوجه رساله للناس اللي عندهم يد في الشان الرياضي انهم يعطيو فرصه لهذه الرياضه حيت ما معروفاش في المغرب.